اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا بصحه جيده نتوما وليداتكم. واليوم اخوتي رانا غادي عند مرت لوسي نطل عليها، وعند خالتي وعند لويساتي الله يخليهم لي، والله يشافيها ويعافيها، والله يجعلها لها مغفره الذنوب، ونطلبوا مع اخوتي بالشفاء، نطلبوا لها الشفاء العاجل، الله يشافيها والله يقعد وسادها البنيته مولا دارها. وتابعونا اخوتي وخليكم معانا. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غاديين عند مرت عمي مسكينه، دعيوا مع اخوتي بالشفاء، والله يجعلها لها في الجنه ان شاء الله تلقاها، وبالشفاء العاجل ان شاء الله. راه خوتي العمليه صعيبه، واللي ما عرفش هو اللي ما يحسش بها، اما اللي عارفه راه صعيبه خوتي بزاف. كنتمنى لها الشفاء لوليداتها ان شاء الله، لبنيتها والمولا دارها والعائله كامله. والله يشافيك مرت عمي، والله ينوضك على خير وبخير، وتحيه لكم اخوتي كبيره، وتابعونا ان شاء الله تنمشيو. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، تبارك الله على اخوتي المغاربه فيما كنتم، خير الوطن وخير الوطن، اخوتنا الجزائر والشعوب العربيه كامله. شكرا لكم بزاف، الله يكبر بكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم غادي نمشيو نشوفوا مرت خويا خديجه ان شاء الله، نتمنى لها الشفاء، ونشوفوا الوالده، ونشوفوا الاهل كمان ان شاء الله، ونشوفوا العائله جميعا. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتابعونا ان شاء الله الى حصلت ان شاء الله. حبيبي زيدي بوسين التكتوكة، وتابعونا خوتي، وإلا خطيكم علينا العزاز الغاليين، وشكرا لكم والمشاهدين والمشاهدة ديالكم. يلا سيدي شكرا على الله. خير والتيسير، والله يجعل ربي يخليكم ويحفظكم ويربي ينصركم نتوما ووليداتكم، وتابعونا خوتي وخليكم معانا. ودابا حنا جينا عند الله خديجة، والحمد لله ما خرجتش بحال طريفة، وخرجت على خير وربي يخلي بنيتها ومولا دارها. الحمد لله، والله يجعلها على مغفرة الذنوب، وجعلها توقف صحيحة والهنا لبنيتها ومولا دارها. خايتي والله إلا فرحت لك. قسما بالله ما عاد وخايتها انت باسكو مريضة حالتك. واخا مريضة والله في البركة العزيزة وغالية بنت خالتي. نتمنوا لها الشفاء إن شاء الله. يا ربي تشافيها وتقعد وسادها خوتي. دعيو معاها بالشفاء إن شاء الله، وتشافي كل مريض. كل مريض الله يشافي. والله إلا فرحت لك، من الحمد لله من خرجت لك العملية طريفة. أنا قلت لي براسك قلت لي كوزتي شوية، قال لي ما بقاش عندك الحمل اللي دخل، قال لي عندك أرهاف بزاف. قلت له كوزتي عندك أرهاف بزاف، قال لي هما لا شد بزاف. قلت لك شد بزاف. هذا هو من البلاكة، إلا ما كانتش البلاكة ما تشدلهاش. ما شدتش وداروا لي عملية هوك بشوية. قال لي هوكا ما عادش شدكش، قلت لك ولدي عليهم ديك الربعة اللي درتي هو اللي ما نجمش. ايوا الحمد لله، الحمد لله اللي جات مع الله بنت خالد، وما علمتونا ما والو. شنو هي كاع الحمد لله، حتى شلنا بحالنا بحالكم في الفيديو، ما عندناش اخبار. والله حتى شلنا ما قلت راني في العمليه، مش شفتك في الفيديو داين قسما بالله، بقيت نبكي نبكي نبكي. عاد غاده والله يا ربي، علاش ما يقولوها الناس؟ يا غاده حضروا لها. انا ما كنتش نكذب عليك، ما كنتش غنجي. اي والله ما كنتش غنجي، حيت ما عيطوا الناس، كان عليكم على الاقل تعيطوا لي. تقولوا انا نحضر، حتى انا تقولوا لي اجي طيب راني غندير العمليه. العائله غادي تبقى عاد غادي. وديك النهار قلتي لي راه غادي نمشي ندير تحليلات، هي قلتي انا غادي هرت حالي وحطيتهم، قال لي تدخلوا لي في الواتساب، قال عمي نعم ندخلوا عاد الموضع، حتى انا عامر تدخلوا ما عيطوا لها. بغيت تقلز زعما الشامبر. ايوا الحمد لله ملي داس كان الامور بخير. هذاك كاين واحد خواتك هو دابا في الرابعه، في الرابعه تاع الساس. بعد خويا دابا واحد خدمت بعدا مع الجوج، جيت ديك الساعه دخلوني هما، جيت سكين قلت حتى واحد ما قالت غير حوايج حتى طاير وانا تحت. الحمد لله ما خرجتش على خير وبخير. هذيك هي كنت جاي عندك البارح حتى للطبيب. والله حنا ما قالناش قالت لي بلا ما تجي في الصباح نخرج. قلت لها بلا ما تجي، سقت الخبر قالت لي بلا ما تجي تعذبي صافي 12 قالت لي الصباح نخرج راك عيانه 12 خرجوا مع 12 الساعات خرجوا. اي والله الشفاء، انا ديك الساعه دخلت الشفاء. ايوا نتمنى الشفاء ان شاء الله، الله يشافيك ويعافيك ونجيو غير في الخير ان شاء الله. واش حنا كثر هذا في ماسكك مريضه اي الطايه جات القدره الي شي شحال هذه كتقول خليني نمشي خليني نمشي قسما بلا مشاهدي تقول متعارك مع خالتي حاشا خالتي كي خويا كي خالتي الا تعرفت بحال خالتي بحال اللي تعرفت مع مويتي خالتي بحال مويتي ما عندي فيهم التصفيره هاكي شو تعرفتش معاها حتى ما جيت لا كي شو ما كتجيش راكي متعارك انا معاها
هو يطاكا دايره ما كتخرجش ماشي شي على الاولى كعارفه الاولاد هذا الاول واخا ترجلي الطوموبيله تهزني بحال دابا كامل باب تجيبني الباب نجي الاولاد حتى يجي ما تلقاو لا الماكله لا راك عارفه مها سخونه دابا واش ندير الحبيبه هو بنادم حتى واحد ما كره يمشي عند الحباب ويتلى بحال هكا يا ولد شاو الحمد لله خوتي فوق تجي تلقى لها دابا ولا راك تبغى ولا راك تهضر غير نوصلك نطلع عند اختي نشوفها الساعه لقيتك هنا يا سبحان الله العظيم والله الا كنت طالع عندك ما حطيتي لا شيء قال سمعنا عمرها بس ما تمنى العيب عمرها بس ما تمنى انتم هالوالده هالخوادريه تبارك الله على المشاهدين كدايرين لاباس عليكم كدايرين مع الصحاب العائلة ديالكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير يا ربي كاملين ما طرعش الفيديو ديالنا كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتسمعوا غير خبر الخير ان شاء الله ايوا طيب جرى قالي حتى انا هنا تلاقي حتى انا ويا بطره يقولوا كنت غادي تمريم ولا يلا قلت لي زهر دينا عند مريم زرتو عندنا عند مريم يا سيدي بالصحة عقبال لك انت اختي ان شاء الله ايوا جينا غير فهاد الليله غنمشيو دابا ما غنقبلاتوش مرحبا بكم مزروبين ايوا راكي عارفه قلت انا نمشي عند الطبيب ونشوفها سمعت قلت لها غدا السبت ان شاء الله السبت ان شاء الله عطيها ان شاء الله معاها سعيده غزاله سعاده راها بنتي هاني مرضعاها مع سيدي عزيز عليا راه عند الزوله وحده خوت 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 تعبني انت وبنت اختي وبنتي بجوج بحال الحلال خليكم لينا خديجه الحمد لله لاباس نتمنى ان شاء الله الراحه ان شاء الله ايوا دعيو معنا بدعواتكم تنتموا ما تبخلوش علينا ان شاء الله يا رب